مشاهدينا اهلا بكم معنا في مستهل حلقه جديده من البرنامج الاخباري تحت الضوء. نستضيف لكم الليله في هذه الحلقه السيد المهاب يربح احمد محمود، وهو المستشار العلمي لمدير الحظيره الوطنيه لحضر قين. مساء الخير سيد المستشار. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا، أطلق قطاع الصيد والاقتصاد البحري ورشة للفاعلين الوطنيين تتعلق بتصنيف الحظيرة الوطنية لحوضر قين بمنطقة بحرية شديدة الحساسية. تركز الورشة على التعريف بمقدرات الحظيرة الوطنية لحوضر قين ودراسة التصنيف العالمي للحظيرة. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نناقشه الليلة في المحورين التاليين: ما طبيعة العوامل المحتملة بخصوص التأثير على محيط الحظيرة الوطنية لحوضر قين؟ ما مدى التجاوب الحاصل حول حماية الحظيرة من التأثيرات؟ مشاهدينا، قبل الدخول في النقاش مع ضيفنا الكريم نتابع وإياكم التقرير التالي ثم نعود. ورشة بهدف موحد يطرح عبره الفاعلون الوطنيون طلب تصنيف الحظيرة الوطنية لحوض أرجين كمنطقة بحرية شديدة الحساسية بالنظر لطبيعة الحيز الجغرافي للحظيرة. وبالأرقام والمقاسات العلمية، يرى المختصون أن ثلثي المنطقة البحرية للحظيرة لا تتجاوز أعماقهما 20 مترا. ينضاف إلى ذلك تواجد منطقة بمساحة نحو 1000 كيلومتر مربع من الأعشاب البحرية، وهي من ضمن عوامل تحتم العمل بطرق الحماية. الحظيرة الوطنية لحوض أرجين كمؤسسة أبرزت ضرورة مضاعفة الاهتمام بالحماية من تأثيرات الحساسية بالنظر لكونها منطقة تكاثر العديد من الكائنات البحرية. مركز التراث العالمي لليونسكو والمنطقة البحرية العالمية يجمعان على محورية حماية الحظيرة الوطنية لحوض أرجين من التلوث، خاصة ما ينتج عن الملاحة البحرية ونقل المواد البترولية والغازية عن طريق البحر. ويتأكد الأمر أكثر إذا ما علمنا أن خطوط النقل البحري تمر بالجهة المقابلة للحظيرة. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نرحب من جديد بالسيد المهاب يربح أحمد محمود، مرحبا بكم من جديد. تابعنا وإياكم طبعا هذا العنصر التمهيدي للموضوع. نبدأ بمنطقة بحرية شديدة الحساسية لنوضح أكثر للمشاهدين هذه العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والتلفزة الوطنية لإتاحة هذه الفرصة ولتسليط الضوء على الحظيرة الوطنية لحوضر قين. بالنسبة لمنطقة الشديد الحساسية، تكمن شدة الحساسية في كما قيل في التقرير على مناطق الضحلة، بحيث الأعماق تعتبر ضعيفة جدا ما بين 5 أمتار إلى 20 متر، وهناك تكاثر العديد من الكائنات الحية خاصة في منطقة الأعشاب البحرية التي تعتبر الحظيرة من أولى المناطق في العالم التي تتواجد فيها هذه المساحة الشاسعة من الأعشاب البحرية. كل تلوث يأتي إلى الحظيرة يصعب التخلص منه نتيجة لوضعها المورفولوجي، فهي تعتبر كحوض تأتيه التيارات البحرية بكل ما هو تلوث يقع في الأعماق، ويصعب التخلص نتيجة لضحالة المنطقة، بالتالي يجعلها شديدة الحساسية من كثرة التنوع البيولوجي الموجود فيها، ومن مساحة الأعشاب البحرية الشاسعة، ومن تواجد اليرقات للحيوانات البحرية الكثيرة. جيد. ما طبيعة العوامل المحتملة بخصوص التأثير على محيط هذه الحظيرة الوطنية لحوض أرجين؟ يجب التذكير أن الحظيرة الوطنية لحوض أرجين أنشئت سنة 76 و900 ألف، في الوقت الذي كانت فيه محمية طبيعية، بحيث لا توجد طرق ولا توجد منشآت اقتصادية في المنطقة، إلا أنه الحمد لله نتيجة للنهضة الاقتصادية التي يشهدها البلد وما تم إنشاؤه من موانئ ومن طرق بمحاذاة الحظيرة، خاصة في المنطقة البحرية الشواطئ الموريتانية بصورة عامة، جعل الحظيرة أكثر عرضة للتلوث نتيجة لتواجد هذه المنشآت، هذه البنى التحتية، ونتيجة أيضا لاستكشافات البترولية والغازية في المنطقة البحرية. هذه العوامل كلها جعلتها أكثر حساسية وجعلتها عرضة ما للتلوث نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع الذي يشهده البلد.
جيد. ما مدى تجاوب الحاصل حول هذه الحامية أو حماية الحظيرة طبعاً من هذه التأثيرات؟ هناك تجاوب تام خاصة من طرف الدولة، في الدولة الموريتانية اقتناعاً منها بضرورة حماية البيئة، قامت بتصنيف هذه الحظيرة وحمايتها، وبالتالي تعتبر أكبر حظيرة في غرب إفريقيا من ناحية المساحة بجزئها القاري والبحري، وأنشأت لها قانون خاص بها يمكنها من الحماية بحيث يحرم على الزوارق ذات المحركات أن الملاحة فيها. فجميع الزوارق التي توجد فيها فهي زوارق شراعية، وذلك لتفادي أي نوع من أنواع التلوث عن طريق المحركات. كما أن كل الفاعلين الوطنيين مجمعون على ضرورة حماية الحظيرة الوطنية لحوض أرجين، خاصة أن المحميات أصبحت وسيلة مهمة للتنمية المستدامة. فالمحميات هي التي توفر مخزون من الحيوانات البحرية لتغذية المنطقة الخالصة. فجميع الفاعلين بما فيهم المهنيين اتحاديات الصيد وبما فيهم المؤسسات العلمية مجمعون على ضرورة حماية هذه الحظيرة، وخير دليل على ذلك الورشة التي قيمت بها اليوم، فهي تهدف إلى تصنيف الحظيرة الوطنية كمنطقة شديدة الحساسية، وهذا يضيف لها نوعا من الحماية على ما كان في السابق الوسائل الموجودة لحمايتها. فهي تعتبر منطقة من التراث العالمي مصنفة من طرف اليونسكو، وتعتبر هبة للأرض منذ سنة 2000، كما تعتبر منطقة رطبة مصنفة من طرف رامسار. ينضاف إلى هذا التصنيف الجديد الذي بدأ مسلسله اليوم لجعلها منطقة شديدة الحساسية حتى نتجنب أي نوع من أنواع التلوث الذي يمكن أن يضر بهذا التنوع البيولوجي الهائل وبحماية البيئة. فبالتالي الدولة الموريتانية على قناعة بأن الحماية هي وسيلة من وسائل التنمية المستدامة، واستمرارية وجود الصيد واستمرارية وجود المخزون البحري يتوقف على مدى حمايتنا لبيئتنا ولمصادرنا البحرية. جيد، هذه الورشة انتهت اليوم أم أنها مستمرة؟ اختتمت اليوم. انتهت اليوم. جيد، كيف كان تعامل المشاركين في هذه الورشة؟ المشاركون مجمعون على أهمية الورشة وأهمية حماية الحظيرة، لأنه دائما لا يغيب عن أذهاننا أيضا عامل التنمية، يجب أن لا تكون الحماية على حساب التنمية، يجب دائما أن نكون متوازنين بين حماية بيئتنا ومصادرنا البحرية والتنمية المستدامة. فالحماية وسيلة من وسائل التنمية. كانت النقاشات تدور حول المسائل الأساسية التي تتعلق بمدى تأثير هذا التصنيف على التنمية المستدامة، والمسائل التي تمكننا من الملائمة بين تصنيف يحمي البيئة واستمرارية التنمية المستدامة. جيد، أنتم في الحظيرة الوطنية لحوض أرجين ماذا تقومون به من نشاطات للتعريف أكثر بهذه المحمية حتى على المستوى الوطني، ولجلب طبعا السواح إلى هذه إلى موريتانيا وإلى هذه المحمية؟ من المسائل التي تقوم بها الحظيرة خاصة للتعريف بهذه المحمية هو أن لها سيت ويب يمكن لأي زائر أن يتعرف على الحظيرة الوطنية، على مقدراتها البيئية وعلى مقدراتها السياحية وعلى مقدراتها الثقافية. فالحظيرة الوطنية حتى ولو كانت مصنفة على أساس تراث طبيعي فهي تزخر بمقدرات ثقافية كثيرة، خاصة جزيرة تيدرا التي تعتبر محط المرابطون أو انطلاق المرابطون إلى غرب إفريقيا، والتي توجد داخل هذه المحمية. فالحظيرة لها مراكز للوعي البيئي، مركز في الشامي ومركز في نواديبو ومركز في مامقار عاصمة البلدية. هذه المراكز كلها تعمل مع السلطات المحلية والإدارية للتعريف على بالحظيرة الوطنية لحوض أرجين. من ناحية العالمية فالحظيرة الوطنية معروفة عالميا أكثر مما هي معروفة محليا، نتيجة لأنها تعتبر مخبرا للبحث العلمي. فالجامعات الهولندية والفرنسية منذ 30 عام الباحثين
وأساتذة الجامعة يأتون إلى الحظيرة الوطنية لإنجاز بحوثهم. فمنذ 2000 حتى الآن هناك 10 أطروحات دكتوراه تم نقاشها حول الحظيرة الوطنية لحوض دارقين. وهناك منشورات علمية كثيرة حول الحظيرة الوطنية لحوض دارقين. جيد، أشرتم إلى أن الحظيرة أكثر هي انتشار عالميا ربما من هنا محليا. أعطونا فقط تفاصيل أكثر عن هذه الحظيرة للمشاهد الكريم بصفة مفصلة أو شرح أكثر وضوح للسادة المشاهدين طبعا. لمن لم يحصل لهم الشرف مثلي بزيارة الحوض دارقين. الحظيرة الوطنية لحوض دارقين تعتبر منطقة سياحية بامتياز، فهي بالإضافة إلى ملايين الطيور مهاجرة التي تفيد إليها سنويا والتي يستمتع الزائر برؤيتها على الجزر، فهناك الأعشاب البحرية، المساحة الكبيرة التي يمكن للزائر الذي يمشي في البحر على ظهر سفينة شراعية أن يرى هذه الأعشاب البحرية ويرى الكائنات البحرية القاعية، في خاصة في فترات المد والجزر. في فترات الجزر يمكن للمشاهد أن يرى هذه الطبيعة بكل تفاصيلها، خاصة أن الماء ينحسر عنها. وفي فترات الجزر يمكن أن يرى أيضا كيف تتجمع الطيور على الجزر نتيجة لامتلاء البحر أو لفترة المد. هذا بالإضافة إلى كل أنواع السياحة، فهناك الصيد الرياضي الذي يمكن مزاولته في بعض مناطق الحظيرة، وهناك السباحة التي يمكن مزاولتها، بالإضافة إلى المسائل التراثية أو الثقافية الذي قلت يمكن زيارة جزيرة تيدرا التي تعتبر محطة المرابطين، وجزيرة تقادير التي تعتبر من أول المناطق التي وصل إليها البرتغال سنة 1400، وتتالت بعد ذلك وصول الهولنديين ووصول الفرنسيين إلى يومنا هذا، وهناك آثار شاهدة على تتالي وجود هذه هؤلاء المستكشفون للحظيرة الوطنية لحوض دارقين. هذا بالإضافة على الناحية البرية التي تعتبر أيضا ناحية غنية من حيث النباتات، رغم أنها منطقة صحراوية إلا أن يتواجد فيها الكثير من النباتات والأعشاب، خاصة النباتات الطبية ونباتات الزينة التي تتواجد فيها. جيد، ما مدى توافد ربما العارفين بهذه المنطقة محليا فقط؟ هل هنالك إقبال لا بأس به أو أنه لا ينقص الإقبال المحلي؟ هنالك إقبال، خاصة الأجانب والموريتانيين العارفين من نواكشوط ونواديبو يتوافدون على هذه الحظيرة في عطل الأسبوع وفي المواسم كنهاية السنة وفي الأعياد، يجد أن هناك كم كبير من الزوار يأتي إلى هذه الحظيرة، وهناك مخيمات للسياحة التي تستقبل هؤلاء الزوار وتستضيفهم. جيد، ليس هنالك جزء من هذه الحظيرة أو هذه المناظر الطبيعية صحي ربما يعالج بعض الأمراض لكي نجلب؟ ذكرتيني لقد ذكرتيني بشيء مهم، وهو أن هناك موسم القيطنة، كما نجد القيطنة في أدرار وفي تقانت، هناك موسم القيطنة أيضا في الحظيرة الوطنية لحوض دارقين. فسمك البوري الذي يعتبر صيدا تقليديا للسكان المحليين إمراقا لهذه المنطقة، يعتبر ذا أهمية بالغة، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة كالسكري وكالضغط وبعض الأمراض الأخرى والتي يأتي الناس العارفين به للتداوي من هذه الأمراض عن طريق دهن هذه الأسماك وعن طريق لحومها المجففة. جيد، هذه اللحوم المجففة والدهون هي متوفرة في هذه تتوفر في الموسم، فموسم موسم القيطنة الفترة موسم القيطنة هذا موسم القيطنة يبدأ من الشهر السابع إلى الشهر الثاني في السنة تقريبا. إذن لا زال مستمرا حتى الآن؟ لا زال مستمرا حتى الآن، فبإمكان من يريد أن يستغل هذه الفرصة لا تفوته القيطنة إن شاء الله في الحظيرة الوطنية. شكرا جزيلا لكم السيد المهاب يربى أحمد محمود، المستشار العلمي لمدير الحظيرة الوطنية لحوض دارقين. شكرا جزيلا على هذه الشروح، نرجو أن يستجيب لها المواطنين طبعا الذين لم يكونوا
ربما لديهم فكرة عن هذه الحظيرة وعن فوائدها حتى الصحية كما ذكرتم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، وندعوكم لزيارة الحظيرة الوطنية لحوض أرجين. في ختام هذه النشرة هذه هذه الحلقة هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.